تقوم بعض الكتائب المقاتلة في مدينة حلب بالرد على مدفعية القوات الحكومية واستهدافها بالمدفعية محلية صنعاء ضمن معارك تخفيف الضغط على بقية الجبهات الساخنة في المدينة، وما هي يعطي رسالة على فشل تام لمبادرة ديمسورة، وهو ما سنناقشه بعد هذا التقرير. تدور الرحى المعارك في مدينة حلب التي لا يسمع فيها صوت أعلى من صوت القذائف والرصاص. وفي رد على قذائف القوات الحكومية التي تقول المعارضة المسلحة بأنها استهدفت المدنيين، تقوم بعض الفصائل المقاتلة في مدينة حلب بالرد على المواقع العسكرية التي تنطلق القذائف منها تجاه المدينة وريفها. نحن جيش الإسلام بالتعاون مع كتائب أبو عمارة أننا سنقوم بدك معاقل النظام في مدينة حلب، بدءا من مدفعية الراموسة التي انطلقت منها أول قذيفة باتجاه المسلمين، وننذر النظام بأن حممنا ستطال جميع مقراته وثكناته العسكرية، والله ولي التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم سوف نستهدف مواقع عسكرية بحتة للنظام وليست مواقع مدنية كما يفعل النظام على غرار ما يقوم به النظام. الغاية من العملية ثأرا لشهدائنا في دوما ولإخوتنا في دوما ولردع النظام بردعه لعدم قصفه براميل مدينة حلب منذ 5 أيام في مدينة حلب، وحتى الآن تقصف مدينة حلب يوميا بعشرات البراميل. نسأل الله عز وجل القبول والردع إن شاء الله. تأتي هذه الخطوة لتخفيف العبء على فصائل المعارضة المقاتلة في الريف الحلبي والتي استطاعت استرجاع مناطق واسعة في الجبهات الشمالية كانت قد بسطت القوات الحكومية السيطرة عليها منذ أيام قليلة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن جيش الإسلام بالتعاون مع كتائب أبو عمارة ندك اليوم معاقل النظام وشبيحته نقاطه العسكرية ثأرا لإخواننا في مدينة دوما، ونحن لا نستهدف إلا المدنيين كما يشيع النظام، بل نحن نستهدف نقاطها العسكرية الخالية من المدنيين فقط. وائل عادل، الغد العربي، حلب. من القاهرة معنا ميسرة بكور مدير مركز الجمهورية للدراسات. أستاذ ميسرة، في البداية رد المعارضة السورية المسلحة على دعوة ديمستورا وحتى رفض لقائه، ما مؤشر ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. طبعا هنا نتحدث بموضوعين، موضوع رد المعارضة المسلحة، والآن هذه المعارضة المسلحة أنتجت نخب سياسية سميت بهيئة قوى الثورة في حلب، إذا أصبح أنتجت نخبها سنتحدث به. أما بالرد المسلح كما ذكر في سابقا العميد زاهر الساكت بأن هذه المبادرة أو ما يسمى بمبادرة ديمستورا، حتى الآن لا يوجد شيء مكتوب اسمه مبادرة ديمستورا، إنما هدفها هو تجميد القتال في حلب من أجل تعويم بشار الأسد في دمشق، وبالتالي الانتقال إلى القضاء على الغوطة ودرعا، واليوم المعارك على أوجها في تلك المناطق. إذا قبل إعلان الأمس كان هناك إعلان من المجلس العسكري، أعتقد بقيادة العميد الساكت، قرأوا المشهد بشكل جيد وكانوا رجال وكانوا على قدر المسؤولية وخلصوا إلى هذه النتيجة. لكن عفوا يا أستاذ ميسرة، لكن بنفس الوقت ألا تضيعون على أنفسكم فرصة تجنيب المدنيين؟ يعني النظام عندما يقول والله 6 أسابيع أنا لن أقصف، هذا يعني بأنه لا يوجد قتلى لمدة 6 أسابيع، يعني حلب لن تعيش فيها قتلى ودم لمدة 6 أسابيع، ما المانع من ذلك؟ طيب يا سيدي، بالنسبة لتجميد القتال لمدة 6 أسابيع، أولا 6 أسابيع وضعها بشار الأسد من أجل السيطرة على درعا، تجميد قتال هنا عشان يسيطر على درعا وبدأت المعارك. أما بالحديث عن ما يسمى ديمستورا، للأسف ديمستورا يريد اختراع العجلة. موضوع المدنيين، أنا عندي القرار من مجلس الأمن رقمه 2139 مضى على صدوره عام تقريبا 22 الشهر الحالي أصبح له عام. لماذا لا يطالب ديمستورا بتطبيق القرار الصادر عن مجلس الأمن؟ لماذا يخترع هو قرار من تلقاء نفسه ويلتف على قرار مجلس الأمن؟ لدي نقاط جنيف 2 التي تحدثت عن تبادل الأسرى ودخول المساعدات ووقف إطلاق قصف المدنيين، هذا الكلام منذ أكثر من عام وعام ونصف. لماذا ديمستورا يحاول إعادة اختراع العجلة؟
إذن بشار الأسد ليس صادقا، لو أنه صادقا لا نفذ قرارات مجلس الأمن. لكن بالأساس عفوا يا أستاذ نيسر، أنت تتكلم وكأن من حلب في حلب أو الذين خرجوا في كلس أو في غيرهم هم الذين يمنون على الأرض. أنت تعلم في أن في حلب من يرفض هذه النصرة وغيرها من النصرة والإسلاميين المتشددين يرفضون هذه المبادرة ابتداء، يعني لا ينتظرونها حتى موافقة من المعارضة المسلحة المعتدلة أو غير المعتدلة. يعني نحن أستاذ موسى هنا انتقلنا باتجاه آخر، نحن يقينا ناقشت هذا الفكرة عديد المرات. أولئك الأشخاص الموجودين بالائتلاف عد عن هيئة اللي شكلت بالأمس، الموجودين بالائتلاف ليس لديهم رصيد على الأرض، والنصرة كما كنتم تذكرون قبل قليل بأن تنظيم موبايل القاعدة ولديها استراتيجيتها ورؤيتها المعادية لبشار الأسد قولا وثقافة وممارسة، بالتالي من هو الذي يستطيع فرض أي معاهدة سواء وقعت مع ديمستورا او من خلال لا لا المقصود يا استاذ ميسر ان ما يفعله ديمستورا حتى لو التقى في الائتلاف حتى لو التقى في المعارضه هو عبث. يعني الاساس من الذي سيقنع مثلا لواء المهاجرين ولا النصره ولا كذا انه والله اتفقنا على توقف القتال؟ استاذ موسى ما هذا ما انا اوافقك الراي به، ولكن بالامس عندما تشكلت قوى الهيئه الثوريه لقوى المعارضه في حلب وفيها الجبار عبد العقيدي العقيد عبد الجبار العقيدي وبعض الاشخاص من داخل حلب، ويقال حسب ما وصلنا من معلومات بان هناك اتفاق من العسكريين ومعظم الكتائب المقاتله مع الهيئه السياسيه، وربما تتحول هذه في المستقبل هذا ما خيفني بالموضوع إلى منافسة الائتلاف أو طلب مناصب ونعود إلى المربع الأول لتوزيع السلطة. هذه الهيئة التي حسب ما وصلنا من معلومات هي بتوافق محل داخل حلب وقراراتها ملزمة للجميع، ولكن هنا ارتكبت خطأ وهذا أو قالت كلمة وهي تخيفني وترعبني حقيقة. قالت حصرية الحديث عن حلب يكون محصور بهذه الهيئة، وهذا الشيء الذي دمر سوريا. حصرية الحديث كل شخص يريد حصر الحديث به، كان من المفروض أن يقول أن هذه الهيئة تتعامل مع المبادرات وتقرر وتوصل ما قررته إلى الائتلاف. يعني لو أن ديمستورا سيد ميسرة أقام مبادرة لإيقاف القتال في كل سوريا، هل كانت نتيجة نفسها يعني في درعا مثلا في حوران وفي حلب وفي غيرها؟ هنا سؤال، هل تحولنا القضية السورية لقضية إنسانية وقضية وقف إطلاق نار وقضية رغيف خبز، أم لدينا قضية أساسية؟ نحن الآن نفصل بين السياسة والإنسانية وهذا خطأ. قضيتنا الأساسية هي على بشار الأسد أن يرحل، أو الآن نجح بشار الأسد بجرنا إلى هذا المضمار وهو الحديث عن وضع إنساني؟ لا، هناك قضية مركزية محورية هي أن على بشار الأسد أن يرحل، وبالتالي ما هي الفائدة اليوم إذا أوقفنا القتال من أجل حفنة أرز هنا وقطرة حليب هناك؟ لا، هناك قضية مركزية. لكن أنتم على كما يقول الناس في الداخل إن أنتم متفضيين، يعني أنت قاعد في القاهرة لا فلان قاعد في اسطنبول وذاك قاعد ما بعرف وين، يعني أنتم متفضيين والشعب هو اللي أكلها، يعني نعم. هو الذي يستقبل البراميل مش أنت يعني. نعم نعم صديقي، وأنت تجلس في لندن وأنا أتحدث من جنب النيل في القاهرة، ولكن أنا 13 شخص من عائلتي قتلوا، 2 ذبحوا في السجن من أجل هذه المقابلة. أخي سلخ سلخا تحت السجن، وأنا اعتقلت 4 مرات، لا أحد في هذا العالم يستطيع أن يزايد علي، وأخواتي الآن 2 على الجبهات وأنا أكلمك. صح، أنا الوحيد الذي خرج من عائلتي، لذلك لا أحد يزايد في هذا الموضوع. مش المقصود لو حسبتها ماديا أكثر من 400,000 دولار خسارة. مش المقصود في أخ ميسرة، نحن يعني أي إعلامي أي صحفي يجب أن ينقل أوجاع الناس ما يفكره الناس في الداخل، ونحن عندما نسألك بالتأكيد لا نقصد والله الإساءة إليك وأنا أعرفك منذ 3 سنوات. نعم نعم يعني. وصلت هذه الفكرة كثيرا أستاذ موسى. يعني في كثير المرات أكون في برامج أخرى حوارية على الهواء يقولون أنتم تجلسون وتنظر. يا سيدي أنا شغلتي أنا لست مقاتلا، شغلتي أنا أضع دراسات، أنت قدمتني مدير دراسات، الآن أناقشك الفكرة بمنطق رئيس الدولة ولا بمنطق رجل الدولة ولا بمنطق السياسة. أنا كرجل دولة ولدي خبرة 13 سنة بالدولة أتحدث بماذا أستفيد كرجل دولة ولا أتحدث بمنطق السياسة. أي شخص يستطيع
يقول أي كلام ويعتبر نفسه سياسي. الآن نحن عندما نناقش فكرة ديمستورا بالمنطق رئاسة الدولة أو بمنطق رجال الدولة نقول هذا الكلام، نحن نطلب من ديمستورا ألا يعيد اختراع العجلة، نطلب بأن يطبق قرار جنيف الأول تشكيل هيئة حكم، وللأسف الشديد ما زال بعض أعضاء الائتلاف يقولون هيئة حكم كاملة صلاحيات. عندما تقول هيئة حكم يعني إلغاء الوضع الراهن، يعني إلغاء رئاسة الجمهورية وإلغاء كل شيء، هذا بجنيف واحد. جنيف اثنين الذي وضعها كوفي عنان، النقاط الستة تحدثت عن كل هذه البنود تحت الإنسانية المزخرفة التي يسوقها اليوم ديمستورا ويريد دق إسفين. لاحظ أسلوب ديمستورا هو نفس الأسلوب الصهيوني الذي مارسه مع بالمفاوضات مدريد ومؤتمر أوسلو، يفاوض كل طرف على حدة كما يفعل ديمستورا. الشباب بالأمس وقفوا موقف رجل دولي جيد، قلت لك أتحفظ على كلمة حصار الحوار بهم، وهذا لأنه ينسف مؤسسة الائتلاف. أنا لست مع أعضاء الائتلاف ولكني مع مؤسسة الائتلاف كواجهة سياسية. الأمر الآخر يجب أن يستشيروا بقية الفصائل سواء بدرعة أو غير درعة بأي موضوع يتم مناقشته. شكرا جزيلا لكم ميسرة بكور مدير مركز الجمهورية للدراسات، كنت معنا من القاهرة.